بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية التي تفردها الميادين بشكل كامل للملفات السورية في إطار تغطيتها اليومية التي نطل بها عليكم من دمشق مباشرة. نستهل هذه الساعة الإخبارية بأبرز العناوين. الجعفري يقول للميادين إنه طالب موغريني بإعادة فتح السفارات الأوروبية في سوريا، ويؤكد رفض دمشق للفيدرالية والفراغ الدستوري والمس بدور الجيش. الجيش السوري يتقدم من الجهة الغربية في القريتين جنوب غرب تدمر بريف حمص الشرقي. تصاعد وتيرة الحملات الدعائية للمرشحين قبل أسبوعين من انتخابات مجلس الشعب السوري. زحمة دمشق وحركة أسواقها العتيقة وروادها تعكس ثقافة السوريين بحب الحياة وأملا بعودة الاستقرار إلى ربوع وطنهم. نبدأ هذه النشرة بمقتطفات من حديث الدكتور بشار الجعفري رئيس الوفد الحكومي السوري المفاوض إلى جنيف، الذي استضفناه اليوم في إطار هذه التغطية من الميادين، حيث قال رئيس وفد الحكومة السورية إلى محادثة جنيف بشار الجعفري في مقابلته مع الميادين ضمن برنامج دمشق العرب إنه طالب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني بإعادة فتح السفارات الأوروبية في دمشق ومساعدة سوريا على مكافحة الإرهاب. السيدة موغريني التقت بي في جنيف، وأنا فعلا حثيتها على يعني بشكل مبدئي على ثلاث نقاط. أولا مساعدتنا بموضوع مكافحة الإرهاب، اثنين رفع الإجراءات القسرية لوحدية الجانب، ثلاثة إعادة فتح السفارات الأوروبية في دمشق. فهذا كان يعني بيت القصيد في الحديث. ماذا قالت لكم؟ زائد سياسيا أنها قالت أنها طلبت هذا اللقاء لإرسال رسالة تشجيع للعملية السياسية التي تجري في جنيف، بمعنى أن أوروبا وراء هذه العملية مشجعة الحوار السوري السوري غير المباشر ومشجعة لدمستورة، ويريدون لهذا المسار أن ينجح. الدكتور بشار الجعفري أضاف أن الجيش من أهم النقاط التي قيد المعالجة، وأضاف أنه قضية غير خاضعة للتفاوض، مؤكدا أن الإبقاء على الجيش مشابه للإبقاء على الدستور. نعم، الجيش السوري من يعني أهم نقطة في يمكن في النقاط التي نعالجها، وطبعا في أشياء تتعلق بهذا الجيش غير خاضعة للتفاوض. أولا الإبقاء على هذا الجيش مثل الإبقاء على الدستور، لا يمكن ولن نسمح بأن يكون في فراغ دستوري. بنفس الوقت لا يمكن ولن نسمح أن يكون في فراغ على مستوى الجيش فيها في البلاد. فمن هذا المنطلق أنا عم قارن مثلا أنه من يرفض حدوث فراغ دستوري يجب عليه أن يحمي الجيش، لأن الجيش هو الضامن لاستمرارية عمل الدولة. المبعوث الدولي نعم عنده أفكار، ونحن عندنا أفكار، أو نحن قدمنا أفكارنا. وبصراحة لأكون معك صادق، يعني كثير مما ورد في اقتراح دمستورة يكاد يماثل اللي نحن عم نقوله. الجعفري شدد على أن دمشق مهتمة بمشاركة كل السوريين في الحوار بهدف التوصل إلى حل وطني شامل، وأشار إلى أنه لغاية الآن ما من أحد يعرف من هي وفود المعارضة المشاركة في الحوار ومن تمثل. أنا لما بدي يرجع لي دمستورة ويقول لي والله إجانا رد من جماعة السعودية، طيب أنا بدي أقول له طيب وردود الأطراف الأخرى؟ يعني هل أنا في حوار مع جماعة السعودية؟ ولا أنا في حوار مع أوسع طيف ممكن من المعارضات السورية؟ ما أنا وياه ملزمين بتطبيق العبارة هذه، هو هذا شرط مسبق، يعني سيني كوانون بيقولوا بسموه باللاتيني. ما ممكن تتجاهلي أنت، أنا بدي أعمل حوار بس مع جماعة السعودية ولا مع 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 ما يسمى أسماهم دمستورة منصة القاهرة ومنصة الأسيتاني ومنصة موسكو والوفد الاستشاري النسائي ووفد والمجتمع المدني. رئيس وفد الحكومة السورية إلى محادثات جنيف أكد رفض دمشق لطروحات الفيدرالية. لا واشنطن ولا موسكو كانوا مأيدين لقصة إعلان الفيدرالية. واحد يعني لا، نحن عم نحمل الروس والأمريكان أكثر من مما يستحقون بهذا الموضوع بالذات.
التوافق الروسي الأمريكي بيخدمنا، نحن بدنا توافق روسي أمريكي لأنه بيساعدنا، بيساعدنا على استمرار وقف الأعمال القتالية، بيساعدنا على الانخراط في هذا الحوار في جنيف والوصول إلى نتائج، بيساعدنا على تشكيل حكومة موسعة. فنحن منا يعني نحن أكثر الناس سعادة عندما يتوافق الروسي والأمريكي بهالمعنى هذا، دون أن يعني ذلك أنه هن بيملوا علينا إذا تفاهموا ما يريدون، لا مش بهالمعنى هذا، ولكن بمعنى أنه يخف التوتر العالمي، ولما بيخف التوتر العالمي بينعكس علينا إيجابياً. في هذه النشرة مشاهدينا نستضيف هنا في الاستوديو المستشار السياسي لوزير الإعلام السوري وعضو الأكاديمية الروسية للأزمات الجيوسياسية الأستاذ علي الأحمد. أهلا بك أستاذ. أهلا بك. علي، كما أيضا تنضم إلينا شبكة مراسلين في جل المحافظات السورية ديما نصيف مديرة مكتب الميادين من دمشق، محمد الخضر مراسل الميادين أيضا من دمشق، ورضا الباشا مراسل الميادين من حلب، هبة الله بيطار مراسلة الميادين ومفادتها إلى اللاذقية. كما ينضم إلينا الآن عبر الهاتف أمين سر هيئة التنسيق السورية المعارضة السيد يحيى عزيز. أهلا بك سيد عزيز. أبدأ معك في معرض حديثه إذن الدكتور بشار الجعفري في إطار هذه المقابلة مع الميادين، أثار أكثر من نقطة لافتة ومهمة، منها رفض دمشق للقاطع للفيدرالية علمانية الدولة التي كانت نقطة خلافية في جنيف. إذا نتحدث هنا عن خطوط حمراء في الواقع. إذا ما تطرقنا إلى نقطة الفيدرالية التي وصفتها أو وصفها ديمستورا باللاطائفية، كيف يمكن أن يكون هناك دولة دينية في مجتمع متعدد مثل المجتمع السوري؟ أولا نحن في هيئة التنسيق نرفض مبدأ الدولة الفيدرالية. نعم. ونحن وضعنا بديلا لها في هيئة التنسيق الدولة اللامركزية الإدارية. بمعنى أنه في هناك توسيع لصلاحيات المجالس المحلية وفق منظور الدستور الذي سيعمل به مستقبلا، أي الدستور الذي يقره الشعب في المرحلة الانتقالية. طيب. هاي نقطة. النقطة الثانية، نحن نرى بأننا في هذه المرحلة بأحوج إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحيادية العابرة لكل الأديان والإيديولوجيات. طيب. سواء كانت بالمعنى القومي أو الديني أو الإثني أو العرقي، المهم نحن مع الدولة الحيادية العابرة لكل الإيديولوجيات. طيب. لكن دولة وفد مدنية. نعم. لكن وفد مؤتمر الرياض سيدي الكريم كان يعني لا يرضى أبدا بموضوع علمانية الدولة، يعني حتى الدكتور بشار الجعفري طرح أو ضرب أكثر من مثل عن شخصيات منفردة كانت موجودة هناك. عندما كانت تدخل إلى قاعة المفاوضات كانت تأبى أن تسلم حتى على النساء في هذه القاعة. إذن هذا ما يريد فرضه على الأقل جماعة معارضة وفد مؤتمر الرياض. عفوا هنا تصحيح للمعلومة، أولا مؤتمر الرياض فهو كان نتاج مخرجات فيينا وميونخ بناء على قرارات دولية 17 دولي انعقد هذا المؤتمر. هاي نقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بالآراء اللي كانت مطروحة، المهم لدينا وثيقة نابعة عن مؤتمر الرياض وهي تقر بالدولة المدنية الديمقراطية التعددية. أشكرك كل الشكر السيد يحيى عزيز أمين سر هيئة التنسيق السورية المعارضة، كنت معنا مباشرة من دمشق. إذن بداية قبل أن ندخل إلى ملف الانتخابات الذي سنطرحه فيما بعد، تعليقك على ما قاله السيد يحيى عزيز، لا مركزية هل يمكن أن تكون مقبولة بالنسبة لدمشق فيما بعد؟ لا، بكل الأحوال قضية اللامركزية الإدارية هي موجودة بالأساس بسوريا بقانون الإدارة المحلية، بغض النظر عن
قديش منوسعة لهذه المركزية الإدارية، لكن هو يطرحها برؤية مختلفة عن ما هو في الواقع الآن. أكيد أكيد، هذه مسألة، هي مسألة توافق بالشعب السوري من حيث المبدأ أن يكون هناك لا مركزية إدارية، إدارية وليست سياسية. وهذه اللا مركزية الإدارية هي موسعة وتعطي صلاحيات لا بأس بها، جيدة حقيقة، دون أن تخل بالمركز بالمعنى السيادي. يعني لما بيكون المركز هو الذي يحمل المسائل السيادية التي لها علاقة بالسياسة الخارجية، بالسياسة الدفاعية، بالسياسات الأساسية المتعارف عليها، فلا بأس على الإطلاق. يعني لا يوجد حتى بالمناسبة قانون الإدارة المحلية السابق الذي كان يعمل به بالجمهورية العربية السورية، هو نموذج، نفس النموذج المعمول به بألمانيا الغربية، بمعنى هو كان تطبيق فعلا ويحاكي النموذج المعمول به بألمانيا الغربية. يعني كان يعطي صلاحيات عالية جدا لما يسمى الإدارات المحلية، وهناك مكاتب تنفيذية، ولكن من حيث المبدأ أثناء صيرورة العملية الإدارية في سوريا، طبعا أنا أؤكد أنه المركز أخذ جزء من هذا، هذه الصلاحيات، وأخذها لصالحه، وهذا كان عيب، عيب إجرائي وليس عيب قانوني. فأنا يعني من حيث المبدأ لا عيب على الإطلاق بأن يكون هناك لا مركزية إدارية، وهذه اللا مركزية تعطي صلاحيات، لأن هناك قضايا محلية، هذه القضايا المحلية لا يمكن للمركز أن يتابعها بشكل مباشر، لها علاقة بالتنمية، لها علاقة بالقضايا الثقافية، لها علاقة بالقضايا التعليمية. ف بشكل طبيعي يعني كل محافظة من محافظات القطر يجب عليها أن تتمتع بهذه الصلاحيات. المسألة المطروحة كانت دائما هل يعين المحافظ أم ينتخب المحافظ؟ وفي حال كان منتخبا وأخطأ هذا المحافظ، من الذي يقيله؟ هذه مسائل كلها مطروحة. طب لكن بغض النظر عن هذه التفاصيل، يعني هل نستطيع أن نفهم منك بأنه يمكن أن نشهد في المستقبل سوريا لا مركزية إرادية موسعة إدارية موسعة؟ طبعا لا يوجد مشكلة على الإطلاق تحت بند أساسي أن القضايا السيادية يجب أن تبقى سيادية. طيب كيف يمكن أن يجرى هذا التوسيع؟ مفهوم ماهية هذا التوسيع؟ يعني هذه قضية، هي قضية اليوم لا يمكن أن، لا أنا أن أعطي وصفة ولا أحد في الدنيا، هذه قضية لها علاقة بالنقاش، بمعنى ما هي الصلاحيات التي يريدها اللامركز على حساب المركز دون أن يمس بالسيادة. هذه مسائل لا يوجد فيها مشكلة. في قضايا المتعلقة بالضرائب مثلا، هل الضرائب، كتلة الضرائب يجب أن تأتي كلها للمركز وتوزع على اللامركز، ولا الضرائب الرئيسية يجب أن يستحصل عليها اللامركز وجزء منها يأتي إلى المركز؟ كل هاي مسائل فعلا هي مسائل تفصيلية جدا، وهي المسائل هامة، يعني هي تفاصيل هامة جدا في الحياة الاجتماعية الاقتصادية الثقافية لأي مجتمع، وخاصة في مجتمعات فيها أطياف، ليست أطياف بالمناسبة لا دينية ولا عرقية، وإنما هناك سمات، يعني بعض السمات الموجودة للداخل السوري قد تختلف حتى بالمنحى الاقتصادي عن السمات الموجودة في شمال شرق سوريا. هناك نفط، هناك قمح، هنا المسائل مختلفة، كل هذه المسائل تؤخذ بعين الاعتبار أثناء دراسة موضوع العلاقة بين اللامركز والمركز. طب من السياسة سننتقل إلى الميدان، وهو ما علق عليه الدكتور بشار الجعفري عندما قال الانتصار يرسم معالم سياسية جديدة. ننتقل إلى هذا الخبر، تفضل بالبقاء معنا. أفادت مراسلة الميادين أن الجيش السوري تقدم من الجهة الغربية في القريتين جنوب غرب تدمر بريف حمص الشرق، فيما شنت طائراته الحربية غارات جوية على معاقل لداعش شرق تدمر. يأتي ذلك فيما يواصل الجيش السوري تفكيك وإزالة العبوات الناسفة والألغام التي خلفها مسلحو داعش وراءهم في تدمر قبل فرارهم من المدينة. الجيش السوري إذن يمشط أيضا مدينة تدمر الأثرية ويفكك عشرات العبوات الناسفة التي زرعها داعش في محاولة لنسف المدينة التاريخية. طارق علي والتفاصيل.
هذا مدخل المدينة الأثرية في تدمر بعد أن أتم الجيش السوري السيطرة على هذه المنطقة. وحدات الهندسة دخلت وفككت مئات العبوات وفجرت عبوات أخرى كان زرعها تنظيم داعش لإعاقة وصول الجيش السوري إلى هذه المنطقة الأثرية والمهمة في مدينة تدمر. طبعا المدينة لها قيمة تاريخية وهي مهمة لكل السوريين وليس للجيش فقط أو الشرطة. فالجيش تعامل بكل عناية مثل ما أسلفت سابقا مع هذه المدينة. عبارة عن مجموعات تسلل مجموعات لتحرير هذه المدينة. نحن كشرطة دخلنا بعد دخول الجيش العربي السوري مباشرة بتوجيه من السيد وزير الداخلية دخلنا إلى هذه المدينة لحماية المدينة الأثرية وحماية الممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين في مدينة تدمر. هذه بوابة مدينة تدمر الأثرية والتي دخلها الجيش السوري مستخدما تكتيكا يقضي بتسلل الأفراد من مشاته مع أسلحتهم الخفيفة لتجنيب هذه القلعة كل ضرر ممكن قد ينجم عن القصف الذي كان الجيش السوري ينفذه باتجاه معاقل داعش على امتداد مدينة تدمر. خطة الجيش السوري لدخول مدينة تدمر الأثرية كانت تقضي بعدم الحاق أي ضرر بهذه المدينة التاريخية. الجيش السوري استعادها مع مدينة تدمر بشكل كامل وبذاك يكون طوى صفحة من أعنف المعارك التي استهدفت عمق التاريخ السوري. من مدينة تدمر الأثرية طارق علي، الميادين. إلى أين تتجه أنظار الجيش السوري بعد تحرير مدينة تدمر وما هي اتجاهات المعركة اللاحقة؟ التفاصيل في هذا العرض مع بيسان طراف. أهلا بكم. تتجه الأنظار بعد تحرير مدينة تدمر إلى مدينة القريتين التي تبعد عنها كيلومترات عدة. أهمية المدينة التي تقع في الريف الجنوبي الشرقي لمدينة حمص وتبعد عنها نحو 85 كيلومترا أنها تربط البادية بالحدود اللبنانية السورية، وكان يسعى التنظيم من خلالها إلى ربط مناطق سيطرته في البادية بالقلمون الشرقي وبجرود القاع ورأس بعلبك اللبنانية حيث تتواجد له بعض المواقع. الجيش السوري يواصل إحكام الطوق على القريتين. هو سيطر بالأمس على تلة منطار رميلي في الطلول السود غربي المدينة وبات يشرف ناريا عليها. السيطرة على مدينة تدمر ومطارها العسكري فتح البادية السورية أمام الجيش السوري وحلفائه، ولا سيما أنها مناطق مكشوفة يصعب على مسلحي تنظيم داعش التحصن فيها وقطع طريق تدمر الرقاب. الجيش السوري يسعى من خلال حركته الميدانية وتوسيع نطاق سيطرته إلى تأمين عقدة الطرق الرئيسية التي تربط بين دمشق ودير الزور والرقة حتى معبر التنف مع العراق إلى جانب القريتين. إلى أين سيتجه الجيش السوري؟ واضح أن بلدة السخنة ستكون هدفا قريبا له، فالبلدة التي انسحب إليها المسلحون شمال شرق تدمر تقع في منتصف الطريق إلى دير الزور، وبالتالي فإن الهدف الاستراتيجي المقبل ربما يكون دير الزور ومن ثم الرقة، وبالتالي بات من الضروري أن يسعى لفك الحصار عن الأحياء المحاصرة في دير الزور في الوقت الذي يسعى فيه أيضا لبدء عملية تحرير الرقة بالتزامن مع بدء عملية تحرير الموصل في العراق لمنع انكفاء مسلحي داعش إلى معقل السوري. تتواصل الاشتباكات العنيفة بين تنظيم داعش وجبهة النصرة في منطقة جرود عرسال في البقاع الشمالي شرق لبنان ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من مسلحي الطرفين. وأفادت المعلومات عن نية داعش اقتحام منطقة الملاهي والعجرم ومخيمات النازحين في جرود عرسال. وفي السياق ذاته قالت تنسيقيات المسلحين إن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الحر وتنظيم داعش على الجبهة الجنوبية لمدينة مارع في ريف حلب الشمالي في محاولة من التنظيم للتقدم والسيطرة على المدينة. نبدأ إذن مع ديما ناصيف مديرة مكتب الميادين في دمشق من هذا الخبر وهذه الاشتباكات بين تنظيم داعش وجبهة النصرة في منطقة جرود عرسال في البقاع الشمالي شرق لبنان. ما هي آخر المعلومات حول هذا الموضوع ديما؟ لا، في الحقيقة يعني أيضا الاشتباكات حتى امتدت إلى جرود قارة. يعني قبل قليل كان هناك أيضا اشتباكات بين داعش والنصرة في هذه الجرود. طبعا كما تعلمين بأن داعش قد انسحب منذ معارك جرود القلمون وانكفأ فقط في منطقتين وهي جرود جريجير وجرود قارة، وبالتالي وكانت الاشتباكات مستمرة من حين إلى آخر تتصاعد وتيرتها وتخفت حينا بينها وبين النصرة، وخاصة كان الخلاف الكبير أو كانت يعني
الاشتباكات تحتد على للسيطرة على المعابر الغير شرعية طبعا والحدودية مع جرود اللبنانية، وبالتالي ربما يعني ما سرع بهذه الاشتباكات أو ما أعاد هذه الاشتباكات إلى الواجهة ثانية بين التنظيمين هو الخسارة التي مني بها داعش ويعني استعادة الجيش السيطرة على تدمر، وأيضا اليوم الديناميكية التي يستمر فيها ويتابع نحو القريتين. يبدو بأن النصرة قد استفادت من ذلك، وبالتالي بدأت باشتباكها مع تنظيم داعش لإنهاء وجوده في هذه المنطقة التي لطالما هددها فيها، وأيضا لطالما كان ينافسها على النفوذ والسيطرة وأيضا على المعابر الشرعية، إلى جانب طبعا سعي داعش الدائم لإيجاد موطئ قدم أيضا باتجاه الجرود اللبنانية. وكان ينتظر داعش الذي يتواجد في هاتين المنطقتين، أي أقصد جرود قارة وجرود جريجير، أن يكون أو يتمكن داعش الذي يتواجد في ريف حمص الشرقي أو في القلمون الشرقي بأن يعبر وأن يشكل رأس عبور نحو القلمون الغربي ويتصل مع خلاياه الموجودة في تلك المناطق، وهذا ما لم يتحقق نتيجة يعني النصر الكبير طبعا الذي كان في تدمر، وأيضا هذا الامتداد للعملية العسكرية نحو الجيوب المتبقية لداعش سواء في القريتين كما تبدو العملية العسكرية اليوم أو حتى السخنة التي يعني هناك من يقول بأنها ستكون أم المعارك، على اعتبار أن أغلب من اقتحم تدمر أو من يعني دخل مع تدمر وشكل خلايا نائمة اقتحم مع داعش تدمر وشكل خلايا نائمة لداعش هم العشائر أو البداوة الذين يتواجدون في منطقة السخنة، وبالتالي هذا ما يفسر أيضا انسحابهم إلى تلك المنطقة. هذا إنهاء مشروع داعش بإمكانية الاتصال بالقلمون الشرقي القلمون الغربي هو ما يفسر اليوم أن تعود الاشتباكات بينه وبين النصرة مجددا لإنهاء وجود النصرة أو لإنهاء وجود داعش في القلمون الغربي، وبالتالي أن يكون نفوذ النصرة، خاصة أن النصرة تتواجد أيضا في الجرود اللبنانية كما شاهدنا يوم يعني تم إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين، كيف تتواجد النصرة بشكل كثيف جدا وأيضا لديها بأحاضنة في عرسال، وبالتالي داعش الذي لا يملك هذه البيئة، واليوم تستفيد النصرة في قتالها مع داعش بما حدث في القلمون الشرقي أو حتى في ريف حمص الشرقي. ابقي معنا ديما، إذن هذا هو واقع الحال الآن في هذه الجبهة إن كنا نتحدث عن القريتين أو حتى أيضا كيف يبدو الوضع الآن في جرود عرسال. نتحول أكثر لنفهم كيف يبدو المشهد الآن في جبهات حلب. إليك رضا الباشا، ماذا في المستجدات؟ نعم فطوم، فعلا جبهات حلب هي في قسمها الشمالي والشمالي الشرقي مشتعلة بين تنظيم داعش من جهة والجماعات المسلحة بقيادة الجبهة الشامية من جهة أخرى. في مدينة مارع هي المدينة الوحيدة المتبقية للجبهة الشامية بعد مدينة عزاز كمقر رئيسي للجبهة الشامية وأحرار الشام في هذه المنطقة، يعمل تنظيم داعش على اقتحام مدينة مارع لكي يكون له ثقل في إحدى المدن الرئيسية في ريف حلب الشمالي، في مدينة مارع التي باتت محاصرة من ثلاث جهات. من الجهة الشرقية يتقدم إليها تنظيم داعش، من الجهة الغربية توجد لجان الدفاع الشعبي وقوات سوريا الديمقراطية، ومن الجهة الجنوبية تتواجد قوات الجيش السوري أيضا إلى جانب لجان الدفاع الشعبي. مدينة في حين تتواجد الجبهة الشامية والفصائل المسلحة في داخل مدينة مارع التي تعرضت يوم الأمس وصباح هذا اليوم إلى هجوم كثيف وعنيف من قبل تنظيم داعش من أجل اقتحام هذه البلدة من الجهة الشرقية والجهة الشمالية الشرقية. تمكنت الجبهة الشامية من صد الهجوم الأول لتنظيم داعش، ولكن الأنباء الواردة من ريف حلب الشمالي تؤكد بأن تنظيم داعش لن يتوقف عند هذا الهجوم ويعمل بشكل جاد من أجل اقتحام مدينة مارع والدخول إليها قبل نهاية الهدنة وقف إطلاق النار التي أوقفت الجيش السوري وأوقفت لجان الدفاع الشعبي من أجل التي كانت تحاول التقدم باتجاه هذه المدينة واقتحام هذه المدينة. إذا ما انتقلنا إلى الجبهة الشمالية الشرقية إلى مدينة جرابلس، كان هناك صباح هذا اليوم اشتباكات بين تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في محيط مدينة جرابلس من الجهة الجنوبية عند تل جرابلس التحتاني. حاول تنظيم داعش الاشتباك مع قوات سوريا الديمقراطية، كان هناك إسناد من قبل طيران التحالف الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية التي كانت تحاول التقدم باتجاه مدينة جرابلس، في حين لعبت المدفعية التركية دورا رئيسيا في مساندة داعش وضرب الخطوط الخلفية ونقاط التمركز الرئيسية لوحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية.
ابقى معنا رضا الباشا. ننتقل إلى موضوع الاستحقاق الانتخابي، حيث تتواصل الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية السورية، حيث امتلأت شوارع العاصمة السورية دمشق وميادينها بصور المرشحين. الشعارات الانتخابية المرفوعة تركز على تحسين الوضع الاقتصادي للشعب السوري. خالد أبو عرب. ملامح المنافسة على الانتخابات البرلمانية السورية بدأت تظهر في شوارع العاصمة دمشق، فعند دخولك المدينة أول ما يلفت انتباهك الداعية الانتخابية على جانبي الطريق. أسماء المرشحين وشعاراتهم الانتخابية تركز معظمها على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب وتوفير لقمة العيش. والله أنا عايز أول شيء الاستقرار، بعدين تكتيك لرفع العملة السورية، وبدنا ناس يكون طيبين ويعرفوا تكتيك الشغل ويكونوا أوادم. بده كل شيء، استقرار وأمان ووضع اقتصادي مستقر وأرخص من هيك يكون مثل أيام زمان لما كنا أرخص بلد بالعالم، شيء يتناسب مع مداخيل الناس والشغل اللي عم يشتغلوا. يعني احنا بنطلب انه ان شاء الله هلا بالانتخابات اللي جايه تبع مجلس الشعب تكون افضل للشعب السوري، ويهيئوا مشان فرصه عمل للشعب، تكون البلد مثل ما كانت اول احسن من هلا. يعني الوضع طبعا هلا سيء، بس اول كانت بدنا البلد ترجع مثل ما كانت سابقا، يعني يصير فرص عمل وفي شغل ويكون المواطن يعني عايش بكرامته. الشعب الذي عايش المعاناة والصبر والصمود منذ بدء الأزمة السورية يريد من ممثليه في البرلمان حزمة من المطالب، إلا أن تحقيق الاستقرار الأمني يبقى على رأس قائمة المطالب. إذا ما كان الوضع الأمني تبعنا تحسن، ما ممكن يعني هالشعب يرتاح. شغلة تانية، نفوس لازم ترتاح، نفوس الشعب لازم يرتاح، لازم تهيئ له أرضية إنه يرتاح فيها ليقدر يعيش. تعب الشعب، تعب بشكل ما يتصور العقل. أكثر من 11 ألف مرشح يتنافسون على 250 مقعدا في انتخابات 13 من نيسان أبريل المقبل للوصول إلى البرلمان، فيما الأجهزة المعنية تواصل تجهيز المراكز الانتخابية وتوفير متطلبات العملية الانتخابية. حالة طبيعية وسيطرة أمنية تسود العاصمة السورية دمشق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، انتخابات يعلق المواطن السوري أماله عليها من أجل تحقيق الاستقرار الكامل وتحسين الأوضاع المعيشية. خالد أبو عرب، دمشق، الميادين. إذن ننتقل الآن إلى هبة الله بيتر مراسلة الميادين التي تنضم إلينا من اللاذقية. إذن هل أيضا في اللاذقية تتركز المطالب بداية على تحسين الوضع المعاشي والاقتصادي للمواطن السوري؟ هبة. صحيح فتون، ولا سيما أن المواطن في اللاذقية يعيش حياة آمنة بسبب بعد العمليات العسكرية عن المدينة. العمليات العسكرية تتركز في الريف، وحتى الريف شهد في الآونة الأخيرة تحرير لعدد كبير من القرى والبلدات في ريف اللاذقية على الحدود مع تركيا. لذلك الهم الأول للمواطن في اللاذقية هو الوضع المعيشي والحالة الاقتصادية. وحتى عندما سألنا اليوم المواطنين ماذا يريدون من ممثليهم في مجلس الشعب، كان دائما الوضع الاقتصادي هو الجواب الأول، ولا سيما أن الوضع الأمني هو بيد الجيش وليس بيد مجلس الشعب. لذلك دائما الهم الأول لدى المواطن في اللاذقية وفي المدن الساحلية هو الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي. إذن ننتقل إلى محمد الخضر. واضح محمد أنه أبرز المطالب هي الاستقرار، تحقيق الاستقرار، وأيضا تحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري. من خلال مشاهداتك الآن ومتابعتك بتفاصيل هذا الموضوع، نركز أكثر على هذه الحملات الانتخابية والشعارات المطروحة والتي تركز في أبرزها على موضوع الوضع الاقتصادي. بالفعل فتون، لا تختلف الصورة يعني بين الساحل أو حلب أو دمشق، الهم المعيشي واحد، وهذا يعني ينعكس أيضا في الحملات الانتخابية. معظم الشعارات المطروحة هنا هي لتوفير العمل، لتوفير فرص العمل بشكل أساسي، لتحسين مستوى الدخل، لعودة النازحين إلى بيوتهم. نحن نتحدث الآن يعني كما بات معروفا أن الليرة السورية فقدت يعني حوالي 9 أمثالها. نتحدث اليوم عن ليرة تعادل مقابل الدولار، يعادل مقابل الليرة حوالي
حوالي 500 ليرة سورية، كان قبل الحرب حوالي 50 ليرة وأقل. هذا الأمر انعكس بشكل أساسي على معيشة الناس، على مستوى الدخل. يعني الناس لا تريد هذا الصمود الذي صمدوه خلال 5 سنوات أن يصرف في المجال الاقتصادي، في المجال المعيشي. جانب آخر في الواقع لا بد من الإشارة إليه هو للنازحين الذين اضطروا إلى مغادرة قراهم وبلداتهم نتيجة هذه الحرب. هم أيضا ينتظرون العودة إلى بيوتهم، إلى أحيائهم، إلى أزقتهم، إلى كل هذه المناطق. هذا الأمر في الواقع يستوي. أتحدث تحديدا مثلا عن الريف المحيط بدمشق، الريف الجنوبي، نتحدث عن مناطق مثلا في درعا، نتحدث في مناطق في القنيطرة، يعني نتحدث الآن عن المنطقة الجنوبية. هذا الأمر ينعكس بشكل واضح في الحملات الانتخابية للمرشحين، وهم في الواقع يعني يلامسون ذلك الأمر لأنهم يعايشونه بشكل أساسي، يعرفون أنه يشكل جزءا أساسيا من هموم السوريين على امتداد الجغرافيا السورية في الواقع، وليس فقط في دمشق أو في محيطها. عم أشكرك كل الشكر محمد الخضر مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من دمشق. الشكر موصول للزميلة ديما نصيف مديرة مكتب الميادين في دمشق، الزميل رضا الباشا مراسل الميادين في حلب، وهبة الله بيصار مراسلة الميادين التي كانت معنا أيضا من اللاذقية. فاصل قصير مشاهدينا ونعود من جديد لاستكمال هذه النشرة وطرح موضوع الانتخابات السورية بشكل موسع أكثر مع ضيفنا هنا في الاستديو. ابقوا معنا. جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الساعة الإخبارية التي نقدمها لكم من دمشق. إذن كيف تأثرت الانتخابات التشريعية في سوريا بتعديل المادة 8 في الدستور السوري، وما هي القوانين التي تحكم الانتخابات العامة في البلاد؟ علي مرتضى. أهلا بكم. يعتبر تعديل المادة 8 في الدستور السوري عام 2011 من أهم المنعطفات في الحياة السياسية السورية، فبعد أن كانت هذه المادة تنص على أن حزب البعث الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية، أصبحت التعددية الحزبية من سمات النظام السياسي في سوريا، حيث تم إلغاء المادة 8 بمضمونها القديم ليتضمن التعديل ما يلي. أولا، يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع. ثانيا، تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية. ثالثا، ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية. مشاركة الأحزاب السورية في الانتخابات تتم تحت سقف قانون الانتخابات العامة الذي يهدف بحسب المادة الثانية منه إلى تنظيم الانتخابات التشريعية. المادة الثالثة من قانون الانتخابات العامة تنص في الجزء باء منها أن حق الانتخاب يمارس بالاقتراع العام والسري والمباشر وبصورة حرة وفردية دون جواز الوكالة. تراقب الانتخابات اللجنة القضائية العليا للانتخابات والتي تتولى بحسب المادة 8 من قانون الانتخابات العامة الإدارة والإشراف الكامل على الانتخابات وعلى عضوية مجلس الشعب وكذلك الإعلان عن النتائج. المادة 21 من قانون الانتخابات العامة تحدد عدد أعضاء مجلس الشعب ب 250 عضوا. ويميز الدستور السوري وقانون الانتخابات العامة العمال والفلاحين في توزيع مقاعد البرلمان، حيث تنص المادة 22 على أن يتكون المجلس مناصفة بين العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب. يتولى المجلس بعد انتخابه بحسب المادة 71 من الدستور السوري ترشيح رئيس الجمهورية وإقرار القوانين، مناقشة السياسة الحكومية، إضافة إلى إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية وإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كذلك إقرار العفو العام.
أستاذ علي الأحمد، نريد أن نكون صريحين وواقعيين، في هذه الانتخابات ما هو المأمول من مجلس الشعب المقبل؟ بمعنى هل سنكون أمام مشاريع أفراد أم أمام مشاريع كتل قادرة على صياغة مشاريع متكاملة فاعلة على مستوى أو أكثر من مستوى، إن كان مستوى القرار السياسي، مستوى الإصلاحات الاقتصادية لربما إخراج سوريا أو إنعاش سوريا إلى حد ما من هذا الاقتصاد المنهك نتيجة هذه الحرب لمدة 5 سنوات؟ طيب، أكيد بمنتهى الصراحة مما لا شك فيه أنه في أمل حقيقي بأنه ننتقل من الحالة الفردية لحالة مأسسة العمل، عمل مجلس الشعب أو الحالة البرلمانية اللي بدها تكون قادمة في سوريا، بمعنى أن يكون هناك بدل من أن يكون هناك أمل فقط مجموعة من الأفراد عندهم هن بيانات وبرامج انتخابية بيطرحوها على الناس، يكون هناك مجاميع، لأنه الحياة السياسية في كل الدول المتحضرة دائما هناك كتل نيابية. الكتل النيابية دائما، ليش الكتل النيابية؟ لأنه قدرة الكتلة على قراءة المشهد، على قراءة مشاريع القوانين قدرتها أكبر بكتير، ودائما بيكون عندها خبراء واستشاريين لهم علاقة بالسياسات اللي هاي الكتلة بتأمن فيها، فبالتالي النظارات اللي بتحطها هاي الكتلة وبتقرأ فيها المشروع بتكون من خلال السياسات، هل هذه السياسات هي سياسات ليبرالية ولا سياسات اشتراكية ولا سياسات عدالة اجتماعية؟ نيابية. هلا بكل الأحوال الحياة السياسية دائما لا تحتمل القفز في الهواء، هي بشكل واقعي يجب أن تتطور هذه الحياة السياسية. نحن انتقلنا من حالة حكى عنا هلا التقرير انه نحن التغت المادة 8 من الدستور وانتقلنا لحياة فيها اكثر تعددية فعلا، وواضح هذه المسألة من خلال الاحزاب اللي رخصت ومن خلال الكتل وحتى الافراد اللي هلا اليوم عم يطرحوا حالهم بشكل مباشر. اذا ما هو التطور المقبل الذي يمكن ان نشهده في مجلس الشعب؟ انا اعتقد انه هذا المجلس هو واحد من المجالس المفصلية. ليش؟ لانه نحن أصلا كل شيء مكثف عنا بسوريا، بمعنى في حرب عم نخوضها، هذه الحرب نخوضها بكل أشكالها، نخوض حرب اقتصادية، نخوض حرب حصار على سوريا شديد جدا، نخوض حرب عسكرية مع أعتى القوى التي تريد تفتيت الدولة السورية، فبالتالي كل هذه الحروب المجلس صحيح هو الصبغة الأساسية تبعه أنه مش أداة تنفيذية وإنما هو أداة تشريعية حتى ما نعطيه سقف غير السقف اللي هو بيحتمله وننقل كل صلاحيات حتى السلطة التنفيذية له، مش صحيح هذا الكلام، ولكن هو عين الشعب، هو يفترض أن يكون عين الشعب على الحكومة وعين الشعب على باقي السلطات. لذلك من حيث المبدأ أنا بشوف أنه نعم يعني يفترض أن نكون مقدمين على هذه المسألة. واقع اقتصادي مأزوم نتيجة هذه الحرب، نتيجة الحصار الاقتصادي الذي وصفه الدكتور بشار الجعفري، العقوبات الاقتصادية صحيح. رفض توصيفها بهذا صحيح. الاسم صحيح. قال بأنها إجراءات قسرية لأنها أصلا غير شرعية، غير ناتجة عن الأمم المتحدة. صحيح. طب إلى أي حد يمكن أن يستطيع مجلس الشعب فعليا أن يوجد آليات وأن يكون له برامج اقتصادية يمكن أن يعني تنهض ولو قليلا بهذا الواقع؟ هذا الدور مشترك، الدور الرئيسي بهذا الموضوع أكثر على الحكومة حقيقة، ولكن مجلس الشعب حقيقة هو صوت الشعب الذي ينقله إلى الحكومة بشكل مباشر وينقل آلامه، مو بس بينقل آلامه، حتى لما بيكون هناك مشاريع، هذه المشاريع لها علاقة بتطوير الحالة الاقتصادية يجب أن يكون هناك لجان تخصصية بمجلس الشعب عادة تقرأ هذه المشاريع وتكون في خدمة المواطن، ومن حيث المبدأ مجلس الشعب عليه أن يقوم بهذا الدور، وخاصة أنه واحد من أهم التعريفات للاقتصاد أنه تكثيف السياسي، يعني سياسي بلا اقتصاد ما له قيمة، لأنه الناس بالأخير بدها تعيش وبدها تاكل. وربما أيضا الواقع على الأرض الآن بالتقدم للجيش السوري على جل الجهات السورية يمكن أن يؤثر إيجابي في نهوض الاقتصاد. صحيح صحيح، لأنه بعجالة شديدة، يعني قبل الأزمة سوريا في قطاع الخاص وقطاع العام وهذا معروف، كانت حياة فيها حياة نشطة اقتصاديا في الصناعة وفي الزراعة وفي كل شيء، وكان هناك بنية تحتية نشطة بكل معنى الكلمة، لذلك عودة النشاط الاقتصادي في سوريا، وخاصة أنه سوريا واحد من أهم الأشياء أنه عنده مؤهلات على المستوى الأفراد وعلى مستوى المجموعات بالموضوع الاقتصادي.
اقتصادي كبير. وبطبيعة الحال هذا الواقع الميداني الجديد الآن ربما أثر أكثر على حركة الشعب في الشوارع السورية، هو ما سنتحدث يعني عنه في حد معين تقرينا. من الأمان أصبح مهم جدا، وهذا بيأمن إمكانية للتحرك في الموضوع الانتخابي وفي غيره من هو ما سنتحدث عنه الآن في تقريرنا. حيث تعيش العاصمة السورية دمشق حركة متزايدة عقب وقف الأعمال العسكرية، وأصبحت العاصمة مقصد سكان الريف الذين عادوا إلى أحضان الأسواق العتيقة. دمشق في عيون زائرها لأول مرة. مراسلنا أسامة عبد النور. أبو علاء من قدامى تجار الشام يفتح دكانه المتواضع في سوق الحميدية كل صباح، والأمل في الرزق الوفير يبدو على محياه. الحياة في دمشق لم تتغير، وطبول الحرب صمتت وبقيت تدوي فقط في مسامع الحاقدين. نجي كل يوم طبيعي يعني الحمد لله مثل ما كانت الأمور قبل، والحمد لله عم تتحسن أكثر، والمحلات كلها فاتحة وعم تشتغل العالم. يحلوا عنا احنا بألف خير، لا حد يقرب علينا احنا بألف خير، لا يتفقوا مع الأمريكان وهالغرب وهالدنيا علينا، حاجة يعني ذبحونا بالوقت شغلة، وما يعني مو معقول هالبلد، البلد ما بتستاهل لك كل خير، كل عم يتامر على هالبلد لأنه احنا بنعيم، لأن حسدونا على عيشتنا، حسدتنا العالم كله، عنا المي بالشوارع، الأكل بالشوارع، كل شيء بالشوارع يعني. الوافد على دمشق والمترجل في شوارعها المزدحمة بحركية الناس وأسواقها المعبقة بروائح العطور والبهارات يتفاجأ للوهلة الأولى بتمسك هذه المدينة التاريخية بالحياة عكس الصورة النمطية المروجة عنها والموسومة بالحرب والخوف. الحمد لله متفائلين إن شاء الله للأحسن، وبدعي الشباب كله اللي سافر كله يرجع للشام، أنه مثل بلد ما حيلاقي وين ما يروح، مثل الشام حيلاقي إن شاء الله لغد مشرق ومستقبل أفضل وحياة كريمة بإذن الله. رسالتي للشعوب العربية تغير النظرة يلي الإعلام المغرب والإعلام الغربي شوه صورة سوريا وشوه صورة الكرامة السورية والشعب السوري والنضال السوري والأبوة السورية والإباء السوري. بالعكس لساتنا نحن بكرامتنا وبشموخنا وبأخلاقنا وبعطفنا على الغريب ما تزال سوريا واقفة على رجليها لهلا. هذه إذن دمشق، مدينة تعج بالحركية في شوارعها العتيقة، أناس متمسكون بالحياة، شعارهم طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، عنوانها السلام والاستقرار لدمشق العروبة. أسامة عبد النور، العاصمة السورية دمشق، الميادين. سيد علي الأحمد، أسامة عبد النور هو مراسلنا في الجزائر، أول مرة يزور سوريا، هو متفاجئ كما كثير من العرب أيضا بهذه الصورة التي شاهدها ورآها في سوريا، حركة الحياة، الناس تعيش وكأنه ليس هناك أي مظهر من مظاهر الحرب. هنا أريد أن أسألك كمستشار سياسي لوزير الإعلام السوري، إلى أي حد أثر دور الإعلام إن كان بعض الإعلام العربي أو الغربي في تشويه الصورة للحياة، حياة السوريين، أو حتى لربما في تغييب هذا الجانب من صورة حياة السوريين؟ بالتأكيد في اللحظات الأولى كان أنت يعني كلنا نحن بنعرف أنه عمليا الجزء الأكبر من الإعلام العالمي أكثر من 85% مسيطر عليه من الغرب. نعم. وبالتالي هذا الإعلام من حيث المبدأ فعلا في اللحظات الأولى وفي السنة الأولى ضخ كم هائل من الأكاذيب وضخ كم هائل من، وفعلا استطاع بلحظة ما أنه يغيب ويعطي صورة غير حقيقية عن المجتمع وعن الواقع السوري على الإطلاق. ولكن من حيث المبدأ الإعلام الأكثر واقعية والأكثر حيادية استطاع أن، والإعلام السوري الرسمي منه والخاص استطاع من حيث المبدأ إعادة تفكيك
هالجمل اللي كانت عم تتقدم وإبراز الحقائق. وكل الإعلام الصديق هو نحن نعتبره جزء من الإعلام السوري ونحن جزء منه، لأنه هذا إعلام أيضا كما أنه الإعلام الغربي موحد في مواجهة سوريا، فعلى كل الإعلام الصديق أن يكون أيضا موحد. فبالتالي اليوم هذا الأخ أسامة يلي عمل هذا التقرير اليوم هلأ فورا أدخلني إلى الفقرة يلي حكاها الأستاذ يحيى عزيز، بمعنى أنه مؤتمر الرياض هو مخرج من مخرجات 17 دولة. الحقيقة الأخ أبو علاء وكل الناس يلي مثله يجب أن يكون التمثيل معارضة كان أم موالات، هو مخرجات أبو علاء مش مخرجات 17 دولة ولا مخرجات 170 دولة ولا مخرجات 80 دولة. مع احترامي لكل آراء السياسية المخرجات يجب أن تكون مخرجات الشعب السوري. وبالتالي هاي النقطة من أهم النقاط يلي حتى لو كان في لحظة معينة تم تغييب بعض عقولنا وأخذنا لمكان آخر، مكان الغير صحيح اللي ما بيتعلق بسوريا وبيتعلق بمصلحة سوريا والحفاظ على بناها التحتية وعلى مؤسساتها وعلى أرزاق الناس، هاي المسائل كلها، لأن الدول اختفتون ما بتبنى إلا على التراكم، لا يمكن تهديم الدولة. لكن في جزئية التعامل الإعلامي وباختصار لو سمحت لأنه دهمنا الوقت، هل تلمسون بأنه هناك بات شيء من التغيير في التعامل الغربي الإعلامي الغربي مع سوريا؟ صحيح ما في شك، صحيح أنه لسات وخجول، صحيح أنه، ولكن يعني اللي بلاحظ بعض الإعلام الغربي أصبح مثلا يقول الجيش السوري، من فترة من أيام كان يقول جيش النظام أو إلى آخره، الآن يقول الجيش السوري وخاصة في الأيام الأخيرة. صحيح. وهذا كلياته حتى عندما تحدث رئيس الوفد المفاوض على لقائه مع موغوريني كان هذا واحد من المخرجات لهذا اللقاء. وواضح وهو لقاء مهم يعني طرحت فيه عدة بالتأكيد نقاط. بالتأكيد. نعم. أشكرك كل الشكر السيد علي الأحمد مستشار السياسي لوزير الإعلام السوري وعضو الأكاديمية الروسية للأزمات الجيوسياسية على حضورك معنا في هذه النشرة. شكرا لك وتحياتي لكل المشاهدين الكرام. نختتم إذن بهذا التقرير عن الأجواء الاحتفالية بحلول عيد الفصح المجيد في دمشق في ظل مناخات أمان واضحة. الكنائس امتلأت بالمصلين وبفرق الكشافة في مشهد يجسد انتصار ثقافة الحياة على الظلام والإرهاب. محمد الخضر. فرحة عيد الفصح تبدد الصمت في الأحياء الشرقية لدمشق، حضور كثيف للمصلين كبارا وصغارا وفرق كشافة تضفي على المشهد جوا من الحماس بعد طول غياب، أزهار وشموع وأهل وأصدقاء في جو احتفالي. البلد بتجنن ولا كأنه في حرب ولا شيء، وأنا نزلت من لبنان لعايد هون وكل شيء مثل ما شايفين، العالم مع باية الكنيسة، يعني رجعت الحياة الطبيعية، رجعت للفرح. هالسنة حسينا بفرق كتير كبير، بفرق كتير كبير من حيث الأمان أول شيء، وجوه العالم، العالم نزلت على الكنائس ونزلت على الشوارع، نزلت لتحتفل. حالة أمان لم ترها أحياء العاصمة منذ سنوات عدة، أمان زاد رسوخه هدنة صمدت في الجوار الساخن جوبر وعين ترمى. آخر ثلاثة شهور تقريبا الوضع كان كتير منيح بالشام، فهذا الشيء أكيد شجع العالم أكثر أنه تنزل، سواء الناس اللي هي بدها تشتغل بالزينة وبالعياد وهيك، أو سواء اللي حابة تنزل تتفرج على العياد. خفت القذائف والمشاكل والعالم رجعت على تعايد بعضها وتنزل على الكنائس وتعايد. الكنائس ابتضت بالمصلين صلوات وقداديس احتفاء بعيد قيامة السيد المسيح. عظات العيد أكدت رسالة المحبة وصرخة النصر التي انطلقت من دمشق. تقوم سوريا من رماد الإرهاب إلى الحياة لكي وننتصر معا على الشر والإرهاب، ومعا نحتفل بعيد القيامة ونركز أن الحياة أقوى من الموت والسلام أقوى من الحرب. الاحتفاء بعيد الفصح ترافق مع حركة معايدات وزيارات اجتماعية بين مناطق عدة في استعادة لأجواء ما قبل الحرب.
أجواء عيد بطعم الفرح في الأحياء الدمشقية، مناخات الأمان تلقي بظلالها على الاحتفالات بعيد الفصح المجيد على بعد مئات الأمتار فقط من جبهات كانت الأخطر في محيط العاصمة. محمد الخضر، دمشق، الميادين. قبل الختام نذكر بعناوين النشرة. الجعفري يقول للميادين إنه طالب موغريني بإعادة فتح السفارات الأوروبية في سوريا، ويؤكد رفض دمشق للفيدرالية والفراغ الدستوري والمس بدور الجيش. الجيش السوري يتقدم من الجهة الغربية في القريتين جنوب غرب تدمر بريف حمص الشرقي. تصاعد وتيرة الحملات الدعائية للمرشحين قبل أسبوعين من انتخابات مجلس الشعب السوري. زحمة دمشق وحركة أسواقها العتيقة وروادها تعكس ثقافة السوريين بحب الحياة وأملا بعودة الاستقرار إلى ربوع وطنهم. نشرتنا من دمشق انتهت. حتى هذه الساعة نلقاكم في نشرة مقبلة غدا بإذن الله. إلى اللقاء.